هذا نجح فار ولا ننجح راه ما كاين الوليد راه تبارك الله راه عندهم تفريزي الاثنين والاخيره وجالس كيحرك فيهم، والا ان هذاك الشخص ما نجحش بدراعو جالس بيتي كريم عموري. اخلاقي في سويسرا حنت الوالد ديالي الله يذكره بخير كان سفير، دونك ملي خلقت وانا كنسافر مع الوالد في بلدان مختلفه، ومن بعد دخلنا شويه المغرب، ومن بعد رجعت انا لاوروبا بقيت تما وقريت اوروبا، ومن بعد مشيت لميريكان قريت في ميريكان، ميريكان وحدا البلدان اللي حدا ميريكان. عاد واحد النهار عيط ليا الوالد قال لي دغدغ بلاد الاب عمور تحياتي لك من هنايا، فهمتي لاكي لاكي بيرسون فهمتي، تخلق تلقى راسك سفير بوك سفير تبقى تسافر خضار خضار اصدقاء تختلف فهمتو، ولكن ديما الحمد لله ديما ثانك جاد. نهار عيط ليا الوالد قال لي يا خصك ترجع لبلادك، وفكرت باش نرجع للبلاد وعلاش؟ قال لك خصك تجي تخدم بلادك راه ما غاديتكونش، ما عمري ما نسى واحد الكلمه قالها ليا، قال لي ما عمرك ما غاتكون في بلادك والا الا كنتي في بلادك، ما انت في امريكا انت في اوروبا انا فين ما كنتي. هذيك الحساسيه اللي عندك لداخل راه ما كتلقاهاش الا ما كنتيش في بلادك. فوالا ما كتكون في مرتاح. You're not in peace. You're not in peace if you're not in your country. اصدقاء ما جاكمش عمو عمور بحال مصاوب بالاي اي الصوت ديالو بحال الاي اي براد، ولكن قصه واعره انسبيرون قصه كفاح. وفعلا اللي رجعت للبلاد رجعت بديت نخدم في واحد البنكه، ومن بعد 6 شهور قررت انني غادي الخدمه اللي كنت كنخدم فيها كانت في شركه كبيره كدير النفط، يعني في واحد السيتويشن اللي هي السن اللي كان عندي يلاه كان عندي 26 عام، كنت الحمد لله كنشد مزيان صراحه باش نخلي هذاك الشيء ونرجع للمغرب عارف كيف كنفكر. وفي هذا قررت باش نرجع وبديت في واحد البنكه. بديتي في البنكه ولكن خدام على قبل البنكه؟ خدام على البنك. دونك باقي في الدومين ديال السالاريا باقي موظف. اوكي باقي موظف وشفت باقي موظف بلا دونك هو عارف راسو ما باغيش يخدم عند عباد الله ما لقري تكونش اي خدمه. شفتي تزادوا عقليه ديالها اونتربرونور هاد الناس هادو المايند سيت ديالهم واعر فهمتوا، بعيدا على لاباس عليهم ولا كيفاش تزادوا المايند سيت الطريقه ديال التفكير وكيفاش باغيين يجيبوا الفلوس سي ديفرنت على واحد عنده عقليه فاقعه فهمتوا، عقليته غني وعقليته فاقعه هي هادي. دابا انا فاق عقليته فاقعه نسمع حنا فهمتوا، حنا ماشي انا بوحدي حنايا عقليته فاقعه انت انسبيرو من عمي عقليته غني ديالي اللي كانت عقليه اوروبيه امريكانيه كتميل على لونتربرونيا. علاش؟ حيت ملي كنت طالب في اوروبا هذيك الفلوس اللي كان كيصيفطني لوين ما كيتفادنش، دونك اش كندير؟ كنت كنشري وكنبيع في الطوموبيلات، ومن نهار دخلت فيا هذيك التصميمه ديال البيزنس. كنتي صيفطيني في برشلونه، مشيت قريت في برشلونه وكنتي كتصيفط ليا باش نقدر نعيش، ولكن دائما كنت باغي اكثر، كنت باغي حتى انا نربح، دونك بديت كنخدم انا ليتل جوبز فروم ذير تقدر تشوفها في الفيديو باش نربح حتى انا شويه اكثر من الفلوس ونبدا انفيستي نبدا نربح اكثر باش نقدر سو اي كان بيلد اي كان بيلد سمثينغ اوت اوف ذيس. وهاتني جاتني الفكره هذه على قبل يور ستوري. سو عندما تتانسبيرا من ستوري ديال الاب ديالك فهمتي، قريبه شي لعيبه قريبه عليك خوك وغيره فهمتوا الشيء علاش اصدقاء ديما قلبوا على لي سورس دانسبيراسيون لعيبات ستي وي من دوك العقليات ديال الفقراء. لا حنا تخلقينا هكا بقاو هكا الناس زادوا لاباس عليهم نو واتيفر، ماشي كلشي دار فلوس حيت لقى با عنده الفلوس نو no. كاين اللي ما دار والو كاين اللي دار بحالي. غادي نزيدك واحد الخليه على بدك even when you were in Morocco before you left to Spain كنتي كتخدم تتشاركتي مع واحد صاحبك باش ديروا لي تيشيرت. من ثم بديتي وانت باغي تكره المغرب وتجمعتي درت هذوك لي تيشيرت صحابك غادي يتباعوا وصحابك الوانه ما شراوش. ما تعلمتي ان البيزنس ماشي غير مختار على شي حاجه وغادي تتباع ولا الناس اللي كنعرفهم غادي نبيع ليهم، لا خاص واحد التطور واحد النموذج كليك تبيع عليك شي اللي باغي تبيع كيف ما كان وخا تبيع راسك خاصك النموذج باش تعرف كيفاش غادي تقدم راسك باش تبيع راسك ولا اي سلعه بغيتي تبيعها ولا اي بيزنس بغيتي دير. يس عندك واحد المايند سيت ديال اونتربرونيا ولكن ماشي غير المايند سيت ديال اونتربرونيا، انت تدفع بزاف كوتي هيلثي لايف ستايل، كيفاش جاتك هذا المايند سيت ديال هيلثي لايف ستايل اولا؟ ورجع من الاب سفير فهمتو الا خايت انت من با فهمني يجي اب سفير الصاط لي كوكتيل في الصباح صومون فيمي لعيبات. جاتني لانني في الخارج ديما خارج ديما كنت سافر ديما وكنت كناكل اي حاجه
ما عندي كاسف ما كنت نقول كان عندي 25 عام كنقول ما كنحس حتى شعر غادي واحد النهار دخلت للمغرب فور فيكيشن وجيت عندي الوالدة قالت لي تجي معنا غادي نمشيو نسافروا لاسبانيا الله يخليك شوف معنا قلت لها لا قلت لها مشغول وانا ما مشغول نبغي نسافر في المغرب خيط باقي صغير قلت لي مشغول قلت لها مشغول وبقيت كتبكي عمري ما نسى هذاك النهار ما رديتش البال حتى مشات وبقيت كنفكر فيها كيفاش الوالدة طلبات مني وانا ما عايش في المغرب ما قريتش انا وما كبرتش في هنا وبقيت تقول لي اجي ولكن قولي لا على والو قرر نهار اللي من بعدو انني نمشي لاسبانيا شديت الطوموبيل دخلت للخوزيرات وبلاد ما عيطات لامو كذب عليها قال لها ما بغيتش نجي من اسبانيا للمغرب تفاجئني بالضامع واجي وتشوفوا مالي الله يسمح لنا من الوالدين اصدقاء تنكذبوا شي كذوب في شكال صح والله شاف شكال حنا على هاد الشيء هذا واش هادو اصدقاء عايشين معانا واش نعرف فهمتي بلا فروقات فخفاق عليا شاسع فهمتي نتوما تلاحظوا ماشي بوحديت والله الا ما ينسد ديالهم واه عاد بلا ماشي زوج تيسب كيليميني فهمتي بقى عليك انت كيليميني هي كيليميني هي جيت لعندو كيتو جالسين في واحد كيتغداو they were having lunch with a friend of them that was a doctor he was a brain surgeon وانا كان عندي مشاكل ديال الحظ بقيت كنهضر معاه السيد ما كيجاوبنيش او كنت سيد يلا معروض في الدار كيتغدا لكن شكون الغدا ديالو يجاوب والو المهم بقى غادي بحال كان لا غدا عيط لي الوالد قال لي شوف غادي تمشي اوروبا هاد المحل غادي دوز واحد لا فيزيت لان كاين شي حاجه كنشكو فيها كيقول لي هاد الشيء وانا شحال مساكن الدار ولا ما عايش في القريب ولا شي حاجه قلت بو غادي نمشي شديت الطياره مشيت وصلت لوبيتال لا بيتي سي بريفيا داروا لي التحليلات ولقاو انني عندي اون تيومور في البوف وهذا التيومور قدوك قد البارتينغ بون قالوا لي الا بقيتي شهر غادي تحيد لك سبيكينغ فاكولتيز الا بقيتي عاوتاني شهرين شهور لي اي سايت غادي تبقى تحس بوالو من بعد دابا 6 شهور الا بغا ربي باش تعيش غادي تعيش ولكن بعدا غادي تبنى هاد لا تيومور قاسيه لك في واحد المحل اللي هو مهم بالنسبه للمداد كامل بعد شهر درت العمليه خرجت الحمد لله العمليه ناجحه بقيت في فرنسا مده واحد 4 شهور تعالج بشويه وكانوا عرفتي علاش خرجت ناجحه بقى لي ماني كانت باي هابينس ماني كانت باي هابينس كانت ديك العلاقه بنت بيني وبينك جاتك تيومور هنا ومكمل غادي تعيش نو برادر بيكوز اغلى عمليه هما العمليه ديال الراس ديال الدماغ وداكشي دونك لامبورطونس دو لارجون دون لا في دو ليتر هومان مهمه بزاف ماشي مهمه ضروريه ومؤكده بدون نقاش راه تمرضوا برواه باش نلقاوش بنات باش ناخذوا الدواء تنترموا في الفراش بحال ميتين تخيلوا معايا توما دونك ملي طات لي هادشي تاهي عاونتني باش ندخل المغرب باش كنت خصني نتكالما باش نسافر بزاف باش نعيش هذيك المعيشه اللي كنت عايش فيها ودخلت في المغرب ومن ذاك النهار قررت انني حتي غادي تكون هي الاولى ماشي غير الصحه الذاتيه الصحه ديال الدماغ ديال الدماغ شنو هي الصحه ديال الدماغ يا how do you find yourself in a peaceful mind how you set your mind in a peaceful way at the end of the day it comes back to mindset عندك دابا شي تكنيكس شنو كدير يوميا باش تقدر انت تكون عندك واحد البيسفول مايند تبارك الله راه غادي نهضروا عليها راه كدير بزاف الحوايج و I don't even do half of what you do. ودماغي راه يتفرقع. كنت كيفاش كدير باش تقدر تكون عندك peaceful mind every single morning. جد الأشياء اللي كيسمحولك دير بزاف الحوايج هذا هي الطبع ديالك. أنا الطبع ديالي very active, very ambitious. ملي كنت وليت كنقرا الكتوبة. وهنا خصني نعطي النصيحة لشي واحد أنه يقرا. القراية كديك شي طرقان اللي ما تصورش أش غادي يطلق. وفي الموضوع ديال الكتب اللي كنت كنقرا منهم الكتب ديال البيزنس منهم الكتب ديال بيرسونال ديفلوبمنت شتي كان ديما كنقول لكم خاصك تقولوا بوزيتيف افيرميشنز افري سينجل مورنينغ راه ماشي كنقولها غير باش نقولها راه كنقولها حيت هذيك راه مهمه انا مثلا كنفيق يوميا في الصباح كنقول بوزيتيف افيرميشن كنقول اي كان اي ويل اي ماست هي هذيك انا ماي بوزيتيف افيرميشنز اند ايفري ون هاز بوزيتيف افيرميشنز تو بي ايبل تو سي افري سينجل مورنينغ خاصك غير
تقولها غير باش انت كتهضر وكتقولها راه كي غادي تقدر تبدل شي حاجه ما عرفتيش، ولكن for me it's very important. وكناك مانبا ويت مانبا ويت سي مانبا تيفيق قدام لا بيسين تيفيق تياخذ كرواسان تيدهنها ببينات كوكونات فهمتو كوكونات ميلك بوزيتيف تيبقى تن انا رجل قوي انا رجل بائس لا سوف انجح سوف احقق حلمي وخو محقق الاحلام ديالو وشنو بلان تخيل معايا عبد القادر فايق بغي يدير افيرميشن بيرسون شو بحال هذيك النوطة هادي تتمشي سبحان الله تشوف النوطة جارتنا ولادها تيغوت واو يا ماما شتي حرامي دخل اشي حرامي دخل زيد الحمار تاع فوق دخل طال طال بالله عليك قول لي كي غادي دير لا التحفيزات الدماغية ولا الشخصية قول لي صبرك عليا شوف خويا مانبا ما في تحفيزات في الدروبة تحفيزات فاش تكونوا في لابيسين شي فشكال باش نوصلوا له الدراري بغرجونا كي نوصلوا لبوا نحققوا الاحلام ديالنا ونديروا الفلوس ان شاء الله. كتبتي واحد الكتاب على قبل المغاربه وهذا الكتاب سميتو سوربرونون انتربرونور ماروكان هيز اوفرينغ اس ذيس بوك فور فري اون ذا شانل سو ميرسي بوكو شكرا كنشكر بزاف حيت هذا الكتاب اتس فيري امبورطانت تقدر تهضر شي شويه على قبل الكونتينو اللي فيه في هذا الكتاب واحد النهار شوفوا المره شي تيجونا بحال شي جمو بحال شي صاحبو هكذا حنا صحابنا وما تندوش معاهم بالطريقه هذه اولا ربما باقي ما تلاقيناش مع شي صحاب اللي فهمتوا عقلية زويونة العباد I prefer كدا نتفايد وباقي أنا ما طحتش فيه ربما أنا مغلق شوية على راسي في هاد لابيريود واحد النهار كنت كتعشى في روندان في واحد العشا وكنسمع الناس معانا راوند تيبل وير سينغ هذا نجح فار ولا نجح راه ما كاين الوالد راه تبارك الله راه عندهم شريزيلتني ولا خيرا وكاس كيحرك فيهم هذا نجح عنده بيستو من شي واحد مدافعو المهم كل ما كاين يهضروا على شي واحد والا ان هذاك الشخص ما نجحش بدراعه نجح for external reasons دوك انا كنت بغيت نعرف واش هادشي اللي كيقولوا هذا صح رايت صاحبي قلت له شوف غنديروا واحد السيرفي غنمشي وغناخذوا نساء ورجال من المغرب ماشي غير في الميدان دو بيزنس النجاح يمكن له يكون في الكاريتاتيف في اي حاجه المهم باش نعطيو المغاربه نظريه شكرا لا بوليتيس الاداب الاخلاق كومون برو كومون هادي اصدقاء شوفوا نقول لكم هاد الحاجه ما تلوموش الاباء ديالكم فهمتوا بلان حتى هما مسكنا ما عليهم حتى شي حاجه راه ماشي كلشي يكون بحال فهمتوا ما تلوموش تقول لا با ما دار لي والو كيف قلت لكم في الاول با ما تتعاملش معايا زوين راه ماشي نفس العقليات فهمتي ماشي كيف مربي باك ولا با ولا اباء ديال الكاتيجوري ديالنا كيف ما مربينا هاد الناس فهمتوا تماما منا بيان سور كنا ولاد الشعب مي كاينه واحد الفرق في العقليه مثلا في الفلوس فهمتوا هادو حقائق فهمتوا هادشي هذا ما يمكنش شي واحد ينكره فهمتي لا يقول لا علاش دير فروقات نو ما تفرقش بينات نو كاين فرق شاسع فهمتي فرق شاسع ولكن قلت لكم ديما الحمد لله ثانك جاد حتى تفكروا زوين بيان سور باغي نديروا شي حاجه تقاتلوا باغي تصوفوا الوالدين هاد العبره ما عندش اي واحد فهمتوا راه كلشي بنادم ضايخ فهمتوا بلا ما عارف شنو منين يبدا العباد لا عارفين نتوما منين تبداو كملوا في داكشي اللي كديروا كيبوشين فهمتوا تخليو شي حاجه تحبسكم ولا شي مايند سيت للعباد كيفاش تبدلت انا في الهيلثي لايف ستايل ولكن بغيتك انت تقولها في يور بيرسبكتيف كيفاش كنتي انت كتشوف فيا امتى كنت صغير باش قدرت تبدل المايند سيت ديالي ونقدر نكون اليوم شنو زعما نكون دابا انا
واحد النهار كنا جالسين انا وياك كنشوفك شي قلت لك كتعلف راك 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 ايوا القصه هذيك ما تزابي وين ندوفك ودون فيك دورا شي ثانيه صراحه كنت شي شويه كاصح بكيت يومين وكيم دورا شي ثانيه خاصنا نسمعوها شناهي واش يعرف سهل نعاودوا له شي دورا شي ثانيه طرات لينا ديك جس او وين ندوفك ودون فيك دورا شي ثانيه صراحه كنت شي شويه كاصح بكيت يومين وكيم كنت بلا يعني كانت عندك واحد الحماس تاع تبريستك نتي طلعت بيتك خبرت على يومين disappeared for 2 days. واش بكيتي ما بكيتيكش انت كتقول لي بكيت انا ما رديتش البال ديالنا ما كنتش فريمون 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 كنت عصب عليا عصب كنقول ياسين راه غادي ما غاديش تطرق لي والك وصراحه واش هذيك هي المرحله فاش قررتي انك تبدل الطريقه باش كتصرف بالنسبه للدار ديالنا اطوندو مسيو طالبي اتوندي مي نو شو البلان باش داير راه بغيتو ولا ما بغيتو والو قال لي درت فيك دوره شيطانيه شنو هي الدوره الشيطانيه هي هلا تبات هذا لا فهمتو ايلا بوركوا تي لا اوفونس الله يخليك دوره شيطانيه بفرنسا باش تسمع لا تخسر الدار والو بوركوا تا با با في تا با لاس ولي تا باس فعلا قص وي وي يا سيادي ومشى الابن شحال ناس في البيت ما خرجش يومين وحنا يا اصدقاء تنسقطوا تتاكل قتله بانيه تتاكل الملخ كدوز واحد ساعه ساعتين ديال البكاء ثلاث السوايع كاع تمشي تتصالح مع الاباء تبوس لهم راسهم الوالده الوالد راه ان شاء الله العام الجاي غادي ننجح بنقطه مزيانه تيدوز كلشي باخر دار فيه دور غير شيطانيه دور شيطانيه ديالو بها تاسير تجلس مشى الابن تعقد مسكين ومتا ديبرسيون شحال معايا شوف ولا بلا انا صاحبي مش قاش علي لا ما كاينش فرق كاين فرق بقى وسمع محمد فلق الخضار بحجره بالغلط الدبه علقه علي سالب شي ضحك علاش تفكر تفليق هذا الخضار شرفت نسمع محمد تفليقه اسطوريه هذيك ما تعاودش 100% 100% وكنقولها كنقولها دائما انا ديك 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 الايفنت اللي ترى ديك شحال كانت عندي 12 عام ديك الايفنت بدل لي حياتي حيت الا كنتيش غادي تقول لي داكشي اللي قلتي لي وتكون قاصح معايا انا ما عمرني غادي نكون هيلثي بحال اليوم اليوم كنفيق يوميا كنمشي نتريني كناكل هيلثي علاش على داكشي اللي انت وريتيني وعلى داك الايفنت سبيشالي انت قلتي لي صافي ستوب شوف راه وليتي كتغلط بزاف هذا الشيء ما مزيانش من داك النهار بديت كنتعلم من الانترنت وكنتعلم منك حتى هي حيت انت تبارك الله راه انت راه you started your healthy lifestyle very early at some point والحمد لله وحنا في العائله الوالده وخواتاتي we're all in a healthy lifestyle and you play a big part into this حيت ومزيان تنسبيرو من هاد الناس في هاد الحوايج هادو حيت مهمين بزاف ونتعاملوا مع اولادنا في المستقبل بحال هكا علاش لا اصدقاء everything is possible واخا ما ربوناش والدينا بالتربيه مي اون تو كا تنبقاو مربين زوين ما كنأديوش الناس شوف باغي نتقاتلوا نديروا شي حاجه شوف هذا هو البلان هادي غير الحمد لله مي ديما صاد تفكر شوف اللي حداك فهمتوا ما تشوفوش فوق منكم فهمتي واخا السيد كذا هو هكاك تعاش هكاك تزيد هكاك القدر ديالو هكاك حنا القدر ديالنا بحال هكا ولكن الحمد لله كيف قلت لكم ديما شوفوا في جوانب ديالكم شنو عندكم عندك الاب ديالك عندك الام ديالك تتفيق في الصباح بنادم ما لقاش هاد العباد فهمت بنادم ما تيفيق في الصباح فين تيفيق في لا تور ايفيل لا صباح تيفيق الصاد تحت شي باش فمشيو البرد قاتلو العباد صو الحمد لله ديما على هاد التويشيات هادو الصغيورين حتى دوك الصغيورين هما اللي تيخليوكم تزيدوا القدام ديما الحمد لله ما عندكش بيت تتنعس في الصاله كاين واحد تينعس في الزنقه مسكين برد اللي جا يدي له فلوس واللي جا يضربو سوسيالمون محقور جدا فهمتوا ما كاين لا تغطيه صحيه لا شي لعبه الا ما غت تما بقى الحمد لله اصدقاء the most important word you could pronounce is routine because routine means habit كدير راسك تربيه باش كل صباح ولا كل ليله دير شي حاجه على ودات ديالك الجسم ديالك والعقل ديالك كلشي كتبدل قبل كاع من نوض من الفراش كندير واحد 10 minutes meditation session فيها كنغمض عينيا كندن نفس ومن بعد
كنشرب تقريبا السيدرو ديال الماء سكن كبير سكن كبير كناكل سكن كبير حر كنشرو كنضرب واش نتوما ديجا كليتو سكن كبير ولا ما عمرتو كليتو سكن كبير قولوا لي في لي كومونتير واش عندكم مع سكن كبير انا ما عنديش معاه الصراحه كنشوفو هو كنقولو باز تبارك الله سكن كبير وليدي هنا الخرقوم كلينه خرقوم الماء تشم سكن كبير تارك الزعتر شدينا درنا فوريقات وكمينا سكين جبير شمن كي خرقام شمن كي يبيض حي شمن كي حلالات شمن كي نصوصة ديال خمسة درهم خبزة ديال الدجاج فيون دا الشاي بشحال خمسة درهم كي درتي لها سير كفاشي خمسة درهم يا عباد الله فيها خبزة ولا صوص والبصلة وشلاضة والكفتة من الفوق هناك فخ يا جورج ماذا يا ترى تكون ديك الكفتة ديالك واحد ملي كنتساني كنعراك شوية تجي تريني كنعبط للكوزينة كنشتو واحد الخنشة ديال الثلج كطلع الدوش ديالي عندي واحد السيستيم اخترعته كنتقب في هذيك الخنشة كندخل هذيك الدوش ديالي وكندوش واحد تقريبا 10 دقائق بالشوية بالماء بارد وهذي كتعطيني واحد شوك شوية بارد تقريبا 10 دقائق بالشوية بالماء بارد وهذي كتعطيني واحد شوك شوية سبيسيال كنفيق مع ربعة ونص الصباح دوك النهار ديالي كيبدا بكري دوك كنلقاني مع الساعة 5 ونص ساليت دوك كنبدا نخدم في الخدمة ديالي في ليزيمال ديالي في ميساج واتساب ديالي دوك تصوري كنطوي شي الخدمة ديالي لأن الصراحة ماشي خدمة ديالي أنا كندير هذاك الشيء كنبغي اللي كيتسمى بليكي جاي The reason of being. هو مقسم إلى أربعة دوائر يتحدث حول ماذا تحب ماذا يحتاج العالم كيف يمكن أن تتلقى أجرا منه كيف أنك جيد فيه هذا هو البروباغندا اللي قال دابا بروباغندا قال بروبنديس مهم هي الكرياسيون كونتينيو هي نجع ناس في لي ريزو نعطيهم الجود فايبس ونعاونو نتا هما يوصلوا لوبجيكتيف ديالهم انا الحمد لله غادي كنوصل فيه ولكن دائما كنزيد شي شويه سير واحد لوبجيكتيف اكثر باش نزيد لقدام I want Moroccans number one I know that Moroccans are powerful I know that Moroccans are amazing انا واحد البيبل واحد خاصنا غير نركزوا على the important stuff yes Moroccans are powerful and more فهمتو and energetic and more خصهم يحيدو لنا القرقاوي وينقصو من الزطلة أو إذا راك واحد تيضرب بالصمطة ديال القرقاوي الله يفوت الجامع أصدقاء من قلبي الخالص وبغيتي يكون باورفول ويكون تينتج امبوسيبل براد أه ما يمكنش والله إلا كيدمرو لنا الشعب هادوك لي بارون دوك اللي كيدخلو الزطلة وتيدخلو القرقاوي والله كيسطاو دابا غير ليريكا ولا ماتش داكشي داير حالة شي يزيد يكلخ الشعب تيخلي الشعب لاصق بلاصتو باقي في بلاصتو دير بوز في لوبوج مع كي ان مورفين هادشي اللي كاين work hard and be disciplined بابا انا entrepreneur ولكن ما بين انت وانا كاين الفرق وكاين فرق كبير والانتربرونيا من النهار اللي انت بديتي في الانتربرونيا من النهار انا بديت في الانتربرونيا واش انت لاحظتي هاد تشينج هذا فعلا كنحس ان اليوم الحاله للشبان المغاربه او الشبان ديال العالم اصعب فاصعب لان كل شيء توفر باش اي واحد يمكن يشتغل دونك هذا high level of competition by everybody for everything ولكن everybody can do it everybody can do it they can do everything يو اذا شتي حتى الديامانت راه كيدير اون 3D يعني 3D printing دايما ما يمكنكش تكون شي مستحيل it's impossible تكون بحال اللي قلتي واحد النهار في البودكاست ديالك I am possible. Donc impossible becomes I am. في الجيرني ديالك في الانتربرونيا كانت عندك واحد تشالنجز فيليرز تشالنجز كانت عندك تشالنجز وفيليرز تقدر تهضر عليهم حيت عندك كاينين بزاف الناس كيسحب ليهم الفشل ما مزيانش which is not true الفشل كتعلم منه ولكن they don't understand it انت as an entrepreneur from a long time what are the challenges you had حنا تربينا في واحد التربيه اللي ما عمرنا ما كنكونوا ريسبونسبل على الشيء كنديرو نعطيك مثال اللغه ديالنا العربيه بنجلنا داك الشيء اللي جبنا من فرنسا اذا هذه نقطه حنا متميزين فيها حنايا اصدقاء تنحسوا بديك المسؤوليه الا ما قريتيش ما كاينش اللي غادي يجي يعطيك باك ما عنده لا ورش مسكين لا حتى شي حاجه على قد الحال ام ديالك حتى هي موظفه كاين اللي مو با ما خدامينش عاطلين على العمل دوك مسؤوليات
جزة كاملة، وسيرتو إلا كان باك مريض ولا أمك مريضة، شكون غادي يعاونهم من غيرك نتايا؟ دونك مسؤولية مي مزيانة، ديك المسؤولية تخليك تنوض. ويك أب، خصني نصافي الوالدين، خصني نصافي الدار، نعيش بخير. كاين فرق بين واحد ما عندوش فلوس مربى يدو، وواحد بين ما عندوش فلوس وتيتقاتل وتيجيبها. كتقول لنا طاح الكاس خد عليا الطوبيس واعر فيه وكيهضر لي النعاس كيهضر لي النعاس كيدير لك هكا. المهم ما عمرك ما كتكون سكون على اي حاجه. اييه هادي الاولى، وهادي كتسمعها وانت في الضبط ديال الوالده، وهادي كتبقى في دماغنا من صغيرنا ولهذا، وهادي كتبقى في دماغنا من صغيرنا ولهذا خصنا نعرفوا ان الى دخلنا عليها مع ولادنا ولا مع صحابنا ولا مع الناس اللي كيخدموا معنا كتولي شي حاجه اللي تدخل في راسهم حيت ما مسؤولين على والو. حاجة تانية، كل ما كتفشل كل ما كتعلم. شنو هو النجاح؟ واش النجاح هو الاوبجيكتيف ولا هو الطريق؟ انا بالنسبه لي النجاح تهتم بهذا الشيء اللي كدير وتكون فرحان في الكي جاي ديالك خدام في واحد الانفيرونمون اللي كيعجبك وغادي لقدام وغاترسم واحد الاوبجيكتيف باش باكا دير الاوبجيكتيف ديال الاوبجيكتيف، ولكن الطريقه باش غتمشي له احسن من الاوبجيكتيف هو. دونك عندك واحد الاوبجيكتيف كتبو، break it down into steps، work for it، غادي تلقى راسك راه كاينين شي تشالنجز. حيت واقع على العميم انت عندك كيف فرنسا كيف اسبانيا كيف كذا، بعد ولكن بعض المرات يحتم عليك الامر انك تخدم في شي حوايج اللي انت ما حاملهمش، حيت ما عندناش الاختيارات بزاف، ما كاينش لي شوا. فهمتي ما خديتيش هذيك ما تلقاش باش تقصي، ما تلقاش باش كبروا دليل. هما رجال النظافه، لا صحاب لكم رجال النظافه تيحبوا داك العمل، لا اعتقد ذلك. علاش؟ اول حاجه ما عطينهمش في الصالير مزيان، 3000 درهم شنو غادي دير لك 3000 درهم؟ انت عندك عائله، زيدهم في الصالير شوي. مثلا الشرطه 6000 درهم تاعهم، 5000 درهم ولا لا 5000 درهم، حيت الاغلبيه تيشدوا واحد 5000 درهم 6000 درهم. واش في نظركم غادي تعيش اسره؟ واش في نظركم غادي تعيش مراه وراجلها وليد لا تزاد وبريتها ولا بغاو يسافروا؟ نو، خدمه الصات هذيك متعبه جدا. وانا تلقى صاحبي شرطه المورا في الصيف ولا في الشتاء واقف في شي بلايص داير بحال هكا مسكين من الصباح حتى العشيه، يمشي عيان، مشى له النهار الصالير ما مزيانش، مشى يضرب الشهر حتى تلقى الصالير مشى في 10 ايام. دونك من الاحسن اللي متكلف بديك لي صالير زيدوهم في الصالير شويه، زيدو كاين شي مهن اللي فريمون مجهود اكبر ولكن فلوس ومدخول اقل. خصنا نكافئوا القضيه هي. واش كاينه واحد سيكريت فورمولا للسكسس؟ هادو نجبد لك ثلاثه منهم. اي مرحبا. النقطه الاولى هي الفوكس. انا في حياتي بعد مره يدك زيكزاك. ثانيا هارد ورك، ولو يدير هذيك الشيء ديال الكريبتو ويخدم عليه ويجتهد عليه ويتعلم ليها باش يولي واعر. والثالثه هي ستيدينس، ميك ات كونستنت سيستم في الخدمه ديالك، كونسيستنت اند كونستنت. ولو يكون عندك ابس اند داونز غادي توصل للحل. هارد ورك، فوكس اند كونسيست، هي اللي صافي. هادشي اللي كاين بساهل تجيكم ساهله اصدقاء. صافي لقينا السر النجاح، كونسيستنسي فوكس وات ايلز، سيتا ثلاثه ساهلين تشدهم تكتبهم فرقه نجحتي. نو از نوت لايك ذات، نو براذر، ما تشوفوهاش بهذه السهوله وبهذه وجهه النظر، تشوفوها من البعيد. قربوا ليها يبدا يبان لك الفوكس كبير مي مزيان، فهمتي؟ إلا تعلمتي الفوكس غتكون واعر بزاف. ثاني حاجة استمرارية، إلا كنتي مستمر واستمريتي راه هربانة راه ما ساهلاش، تخليها حاول دير واحد الحاجة طب. ولكن باش تعرفوا هذا اللعيبة خاص 19 يوم ولا 21 يوم تتولي عندك الحاجة هابيت اللي درتيها، و 90 يوم تتولي لايف ستايل، دخل لك في اللايف ستايل صعيب أنك تستغنى عليها، ولا ما درتيهاش تتولي مشكل. anyway يا أصدقاء هادشي اللي كان فيديو اليوم، مي استفدنا منه بزاف د اللعيبات. شكرا بزاف على هاد الفيديو، فريمون بدل لي حياتي، موتيفاني، ما بدلش لي حياتي انا، اي موتيفاني اليوم. نتمنى ما منين سدى لي الفيديو هذا ما تساليش الموتيفاسيون. anyway تو ميكو ستي بوزيتيف اصدقاء، نجيبوها من فم سبع ما واخا تكون مع تمنين، فهمتم؟ كي لاب لاباس علينا لا والو، نجيبوها واخا هكا هكا غادي تجي والله ما جات، هي تنمشي نجيبها اصدقاء. تو ميكو.